مصائب قوم عند قوم فوائد. ربما هذا هو المثل الأكثر تماشياً مع انتعاش سوق السلاح بسبب الحرب. شركة لوكهيد مارتن الأمريكية أعلنت مضاعفة إنتاجها السنوي من صواريخ جافلن التي برز نجمها خلال الحرب الأوكرانية. الشركة تخطط لمضاعفة الإنتاج من 2100 صاروخ إلى 4000 صاروخ، ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد من عدة دول على هذا السلاح، لكن أيضاً لتعويض العجز في مخزون الجيش الأمريكي بعد قيام واشنطن بإرسال ما يقارب من 5000 صاروخ من مخزونها الاستراتيجي إلى أوكرانيا، وهو ما يعادل ثلث مخزون الجيش الأمريكي. البنتاغون اعتمد 1.45 مليار دولار لشراء كميات من صواريخ جافلن وستينجر لتعويض النقص في هذه الأسلحة، من بينها 809 ملايين دولار ستخصص لشراء صواريخ جافلن في صفقة من المنتظر أن يتم توقيعها قريبا. شركة لوكهيد مارتن كذلك تتوقع زيادة في الطلب الأمريكي وأيضا الأوروبي على أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، وأيضا صواريخ كروز والطائرات المقاتلة بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا والصين.